أخبار اليوم. نشوة. اجتزت اختبارات معينة في الأول، بعدين الحمد لله احنا كنا 15 بنت، منهم 5 ومن الـ5 2، فالحمد لله ان انا قدرت اوصل للنتيجة دي. كنت متوقع بصراحة، يعني البنات اللي معايا كلهم كانوا مميزين جدا، وكان تم اختيارهم على مستوى عالي، فانا كنت شايفه نفسي ان انا زيهم، فكنا كلنا حاطين نفس النسبه في ان احنا نكسب. يعني بعد اجابتك على السؤال حسيتي بتخوف؟ رد فعل اللجنه حسسني بالامان شويه، لان رد فعلهم كان كويس وفي رضا عن اجوبتي. عايزين يا رب. انا كلية الاعلام قسم صحافة، بشتغل مضيفة جوية، حصلت قبل كده على لقب ملكة جمال السياحة في اسكندرية السنة دي 2015. بس انت مؤهلة اصلا على ملكة الجمال قبل كده؟ خدت مسابقة وخدت فيها لقب قبل كده. انت سابقا كنت ملكة جمال السياحة، عايزين بقى عارفين هتروج للسياحة ازاي؟ ان شاء الله انا بحاول ان احنا نغير صورة مصر قدام العالم كله. احنا لازم نعمل قنوات معينة لترويج السياحة في مصر، لازم نعمل خطوط طيران بتفتح حالات بين الدول وبين مصر، لازم نعمل فوكس اكتر على المناطق اللي في مصر التحفة اللي محدش يعرف عنها حاجة غيرنا، فمن خلال الميديا ومن خلال طيران. نيتك ايه بقى لنفسك تحققيها بعد هدفك؟ بعد ما وصلت لهدفك نفسي اكون على قد مستوى المسؤولية اللي انا فيه، واكون اعمل حاجة تشرف بلدي. شكرا جدا. شكرا.